الاسم المقصور في اللغة العربية هو اللي بينتهي بألف، سواء الألف دي رسمت ألف زي كلمة رنا، أو رسمت ياء زي كلمة هدى، وسواء كان المقصود ثلاث حروف أو أكثر من ثلاث حروف زي مصطفى ودنيا، ده بنسميه في اللغة العربية الاسم المقصور. ليه سموه مقصور؟ كلمة مقصور جاء من الفعل قصر، ومن معاني كلمة قصر حبسا. طب يعني هو المفروض نسميه الاسم المحبوس يعني؟ المقصود يعني الاسم الايه؟ المحبوس. يعني ممكن لك استخرج من القطعه اسما محبوسا وبين كده. محبوس ليه بقى؟ انا بهزر طبعا، مش هقول لك محبوس ولا حاجه يعني. محبوس لان كل العلامات ما بتظهرش عليه. العلامات محبوسه الظهور عليه. يعني علامات مقدره كلها. جاءت رنا مفيش ضم. رايت رنا مفيش فتحه. الفتحه هتقع فين؟ ده هي الف مد صح؟ مررت برنا برضه مش هعرف احط الفتحه بتاعت الممنوع من الصرف، ولو كانت حتى مجروره بالكسره باعلى الاماكن مثلا، باعلى الاماكن برضه مجروره بالكسره المقدره. اذا سموه مقصور ليه؟ عشان كل علاماته ايه؟ مقدره. طيب ماله يا استاذ؟ يعرف حسب موقف الكل. اذا انت خدت بالك لما تجيب مثنى رنا اعملها رنوان، ولما تجيب مثنى هدى اعملها هديان. ليه؟ عشان اصل الف رنا واو، انما اصل الف هدايا. طب انا اعرف منين؟ إيه؟ لقيتها مرسومه الف ورقم ثلاثه اقلبها واو، غير كده اقلبها ياء. من الاخر كده عشان ما نقعدش نتكلم كتير. الف المقصور لو ثالثه مرسومه الف قدامك اقلبها واو، طب غير كده بقى اقلبها ياء. يعني كلمه عصا بجيب المثنى بتاعها بالظبط عصا واحد، أو الجمع المؤنث عصوان خلاص. لكن كلمة زي كلمة مثلا منى، لقيتها مرسومة ياء، قصدي مش ثالثة مرسومة ألف، صح ولا لا؟ يعني هي ثالثة بس مرسومة إيه هنا؟ خلاص بقى لي بقى ياء بعد منيان منيان. سهلة دي؟ يبقى هي بقى لها حالتين عشان ما نتكلمش كتير. لو لو ثالثة ومرسومة ألف تقلب إيه؟ غير كده ياء. طب ده جرب كده، غير كده يعني دنيا. طلبه يعني الطلبه ما عندهاش احترام للقاعده، هتلاقي يقول لك دنيوان. يا حبيبي بالراحه، دنيا دي رقم ثلاثه؟ يبقى مش حاله واحد صح؟ الحاله واحد اللي اقصد بقى ايه؟ ثالثه مرسومه الف. هل دي من الحاله واحد؟ ولا لا؟ خلاص دي اقلبها ياء. يبقى دنيا ياء، دنيا يان صح؟ دنيا ياء. او دنيا يين. نعم ده ثلاثة ياء. دنيا يين ثلاثة ياء في حالة الجر يعني. أو دنيا يات. بالله عليكم دي زي مسألة الرياضة، طالما الناتج طالع حسب قاعدة ونظرية ما يهمكش الناتج ده ماشي معاك ولا مش ماشي معاك، مش فارقة. إذا يا شباب نقولها تاني، ألف المقصور الثالثة المرسومة ألف تقلب إيه؟ غير كده ايه اللي يحصل لها؟ تقلب ياء. على فكره القاعده دي هتلخص عليك كلام كتير، بس نفذها، بس التزم بيها. بس الف المقصور الثالثه المرسومه الف تقلب ايه؟ غير كده ياء. غير كده دي مفتوحه بقى. طيب ماشي، يعني كلمه مصطفى ما جيب مثنى مصطفى، ما مصطفى مش حاله واحد صح ولا لا؟ يبقى مصطفى ياء حط الف ونون، مصطفى ياء حط ياء ونون، مصطفى ياء حط الف وتاء، مصطفى ياء. يعني هو استاذ السؤال هيجي لي كده، ونستخرج اسم مقصور وثنيه، ايوه، او استخرج اسم مقصور واجمعه. تمام كده، كده تقوم عامل ايه؟ تشوفها اللي بتتقلب واو ولا اللي بتتقلب ياء؟ مش كده؟ طب وجمع المذكر؟ الحمد لله بقى جمع المذكر قول الحمد لله. الحمد لله لحد اشوف اصلها ايه ولا رقمها ايه ولا القصص دي، خالص احذفها ما في الشارع اصلا، وتحط الواو والنون بتاع الجامعه. يعني كلمه مصطفى مثلا عايز اجمع، هشيل الالف خالص مصطفى كده اهو، واحط لها واو ونون، بقت مصطفى ون، سكر الواو معلش. يبقى هتعمل ايه في الالف المقصور في جمع المذكر؟ شيلها ما في الشارع. رضا
عايزك مع رضا الثلاثة اسمهم رضا يا سيدي. عايزك معهم. قول ايه؟ ها؟ رضت. الاول رضت. خليك معايا بس كأننا سألت لي يلا. بلاش فهلوة بالله عليكم. بلاش فهلوة. شيل الالف الاول. حط واو ونون صح؟ ها؟ سكن الواو افتح الضاد. هنعمل ايه؟ ها؟ شيل الالف. ها؟ حط واو ونون. ها؟ سكن الواو. ها؟ افتح اللي قبلها. خلاص. يعني لو عايز اجمع كلمة زي كلمة اعلى صلى على النبي. بلاش فهلوة ها؟ هنمشي بالترتيب. واحد شيل الالف بقت اعلى. ها؟ حط واو ونون. سكن الواو افتح اللام بقت ايه؟ اعلى ونون. ممكن تحط اول ونون على فكره. ايه؟ اعلى. حسب الاعراب صح ولا لا؟ سكن الياء افتح اللام بقت ايه؟ اعلين. مسألة رياضة، مسألة رياضة، مش فهلاوة بتاعت المصريين اللي بيجيبوا أي حاجة وبيعملوا أي حاجة. وده بقى اللي هيغلطنا. بس طب إيه الرضاوي دي؟ أنا مش عجباني الرضاوي. هي صح. إن يجوا الكلمة تطلع صح وطلع القاعدة صح. لكن بتصطدم مع مخزون الطالب الثقافي بتاع العامية. يوم الطالب يعمل إيه؟ لك لا لا مش معقول مستحيل. إيه الرضاوي دي؟ أنا عمري ما شفت الرضاوي. طب تعالى نجرب في كلمة تانية كده؟ لا لا نشوف الياء والنون وجمع المذكر بالواو والنون بس. ها رضا نقول ايه نشيل الالف صح ونعمل ايه رض صح حط ياء ونون ها سكن الياء ها افتح ما قبلها رضاين مش عاجبك مش مشكله هي صح يبقى في حاله الرفع هنقول ايه ها رضون في حاله الجر والنصب بنقول ايه رضاين يبقى كل ما يصح جمع وجمع مذكر سالم لو سمحت شيل الالف وحط لها واو ونون